انتبه أيها العاق، عندما كنت في الأرحام أخذت تحضنك بكل عناية واهتمام، وعندما حانت لحظة الميلاد أخذت في فرحة تشعرك بالدفء والحنان، وترسم في خيالها متى ستصير رجلا شديد البنيان. فكانت عين لك لا تكل ولا تخفل ولا تنام، ووهبك الله بأب كان سندك وأمان لك من غدر الأيام. كانوا يتقاسمون التعب والحرمان من أجل أن تعيش النعم وتصبح فخرا وعزا بين الشبان. وعندما جاءت الفرحة وأتت بالإتيان، وجدوك ترحل بعيدا عنهم بدون رحمة أو حسبان. ولكن رسالتي لك أيها العاق، كيف تترك من وصانا عليهم كل الأديان، وبفضل ربي وضع تحت أقدامهم الجنان، وتظن بأنك بذلك أصبحت إنسان، ولكن في الحقيقة أنت لا تمثل الإنسانية لا في سطر ولا عنوان. وقريبا ستزير لك الدنيا زهورها، ولا تجني منها غير الذل والفقر والخذلان. انتبه أيها العاق. صباح الخير مشاهدينا، ويوم جديد من برنامج يوم في الخير. طبعا النهاردة هنبدأ إن شاء الله أول فقراتنا، وهي فقرة متميزة جدا في الحقيقة. طبعا اللي بيكون ضيف فقرتنا المستشار القانوني للمنظمة المصرية الدولية لسفراء السلام والعلوم الإنسانية طلعت أبو الفتوح سلمان. بنرحب بحضرتك يا فندم. بنرحب بحضرتك. الحمد لله. الحمد لله. طبعا الفقرة بتاعتنا النهاردة هي عن مبادرة طبعا حضرتك أطلقتها، وفي الحقيقة أنا في بس تقرير معانا كده يا جماعة، ياريت جاهز معانا التقرير. تمام، هنطلع بس في التقرير ده مشاهدينا، وهنرجع لكم تاني بعد التقرير، انتظرونا. وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. للآباء وللأمهات حقوق وواجبات علينا ذكرتها الأديان على مر العصور، إلا أننا نعيش في عصر انفلات أخلاقي واجتماعي، والذي نراه من خلال مهانة وإذلال وضرب وقسوة وغلاظة قلوب بعض الأبناء تجاه آبائهم. وصارت ظاهرة عقوق الوالدين تحدث بطرق عدوانية متنوعة يمارسها بعض الأبناء تجاه آبائهم. ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة السلبية، أطلق المستشار القانوني والكاتب والمفكر طلعت أبو الفتوح سليمان، عضو المنظمة المصرية الدولية لسفراء السلام والعلوم الإنسانية، مبادرة نعم لتجريم عقوق الوالدين وتطبيق جنحة على من يعوق والديه. أطلقت هذه المبادرة من خلال برنامج يوم في الخير، ويستهدف من خلال هذه المبادرة معاقبة كل من يمارس هذا العنف ضد الوالدين. ونحن هنا في برنامج يوم في الخير نتبنى ونعلن انضمامنا لهذه المبادرة بكل الدعم والتأييد. نعم لتجريم عقوق الوالدين، نعم لتطبيق جنحة عقوق الوالدين. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع المستشار القانوني طلعت أبو الفتوح سلمان. طبعا مبادرة أكتر من رائعة، ويعني إحنا فعلا شرفنا جدا إن هي يعني أطلقت في برنامج يوم في الخير. أولا تفضل. طبعا برضو في البدء بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ثالثا تحية وشكر للدكتورة مروة وفريق برنامج يوم في الخير كل باسمه، والمعدين اللي انا اعرفهم واللي انا ما اعرفهمش. فشكرا جزيلا على الجهد المبذول، وبدعو لهم جميعا ان يرزقهم بر اولادهم. اللهم امين. امين يا رب العالمين. ده في البدء. ثانيا هي مبادره نعم لتجريم عقوق الابناء للاباء والامهات. هذه المبادره هي مبادره
شمولية عالمية لا تقتصر على المجتمع المصري فقط، ولكنها تخاطب الإنسان أي ما كان الزمان أو المكان أو حتى الديانة. فالشخص اللي هو على غير معتقد أصلا، يعني هو مش على ديانة، أنا متعاطف معاه لما ابن يكون عقله حتى مش هقول اللي هو صاحب ديانة، لا ده اللي هو مش على غير دين أنا متعاطف معاه. فعقوق الأبناء هي ضربات طاعنة مدمية لقلوب الآباء والأمهات. هذا الطعن وهذا الإدماء واحد أيا كان هذا الأب أو هذا الأم في المجتمع المصري أو في أي نقطة في العالم كله. ده بالنسبة للمبادرة. تمام، يعني طبعا هي المبادرة رائعة، وطبعا احنا عارفين ان يعني كل حلم بيبقى بدايته فكرة، بس احنا النهاردة يا سيادة المستشار يعني لو تساءلنا مع حضرتك عن كيفية تطبيق آلية جنحة، يعني هذه الجنحة يعني ازاي ان احنا نطبقها في الواقع الفعلي؟ هو السؤال ده انا يعني انا بعتبره هو نقطة شائكة في هذا الموضوع فيما يتعلق بشخوص اعتقد ان هم يمكن ده نقطة بحث، لكن انا اختصر الموضوع وهقول. اولا هو قضية الخلع، ما هو السبب المنشئ لقضية الخلع؟ ما كانش في قضية خلع، لكن السبب المنشئ لقضية الخلع الحديث اللي هو بيروي بان هناك خصومة دارت بين زوج وزوجة أيام الرسول عليه السلام، ولما وصل هذا الخلاف على الرسول عليه السلام فسأل الزوجة، أنا طبعا بقول المعنى للحديث، فالرسول عليه السلام سأل الزوجة فقالت له والله أنا خلاص أنا أخاف ألا أقوم حدود الله وأنا عاوز أطلق. فسألها طيب هو إداكي مهر؟ قالت له نعم. قال لها طيب يطلقك وتردي المهر بتاعه؟ قالت له أيوه. قال لها المهر ايه؟ قالت له حديقة. هذا الحديث هو السبب المولد والمنشئ لدى المشرع عندما سن قانون الخلع. انا النهاردة بقول ان السبب المنشئ في اعتقادي لجريمة تجريم عقوق الابناء للاباء والامهات ذلك الحديث اللي دار بين واحد وبين سيدنا عمر بن الخطاب. لما راح له يشتكي له ابنه ان هذا الابن عاق، فلما وصلت هذه الشكوى عن طريق هذا الاب لسيدنا عمر بن الخطاب، فطبعا سيدنا عمر كان معروف عنه الحده والغلظه في اقامه حدود الله، فغضب جدا وبعت لهذا الابن ان هو يجي. فعمر بن الخطاب سال الابن قال له لماذا انت يا هذا عاق لوالدك؟ وكلمة يا هذا ده معناه تحقير من شأن هذا الابن. فالابن كان مفوه، فقال له طيب وما هي حقوق لدى والدي يا امير المؤمنين؟ قال له ان يختار لك اسما جميلا وان يؤدبك ويرعاك وان على اساس مش هطول عشان الوقت. فكان الجواب ان سيدنا عمر بن الخطاب وجه كلمة يا هذا الى الاب وقال له اذهب يا هذا فقد عققت ابنك قبل ان يعوقك. اذن احنا امام قضية عرضت على سيدنا عمر بن الخطاب وفصل فيها بتوجيه الاتهام للاب بانه كان عاقا ابتداء، وهذا ما نوهت عنه في صدر الحديث عن اخطر اسباب عقوق الابناء، وقلت ان السبب الاخطر هو ان يكون الاب عاق ابتداء. لكن هل هناك عقوبة ممكن أنا أنادي بأنها تتوقع على الأب إذا كان عاقا؟ بنص القرآن مستحيل. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولا تقل لهم أف، حتى الأف لا تقال على الإطلاق من هذا الابن حتى ولو كان أبوه على غير الملة. طيب يعني إحنا مثلا النهاردة لو يعني بنتكلم على المقصود بالابن العاق اللي هو مثلا بيطبق عليه هذه الجنحة، والأب
الذي يطبق له هذا، يعني يطبق له هذه الجنحة. ممكن يا دكتورة مروة نقول أنا بشارك سؤال حضرتك، بس أنا اسمحي لي أصيغه بصيغة أخرى، هي نفس الصيغة. الصيغة ما هو مدى العقوق اللي احنا ممكن نقول يا مشرع يا مجلس الشعب هذا العقوق يمثل جنحة؟ الجواب أن العقوق هو في زمام الأب فقط لا غير، فهو الذي يحرك هذه الجنحة. يعني النهاردة في جريمة الزنا الزوجة هي التي تملك تحريك الجنحة الجنائية ضد الزوج، هو الذي يملك تحريك جنحة الزنا ضد زوجته. كذلك الأب هو الذي يملك تحريك هذه الدعوة دون سواه ضد الابن. طيب العقوق متى استنفذت أو متى استنفذ الأب طاقته من تحمله لعقوق ابنه؟ هنا بتبدأ الجنحة. وهذا التحمل بيختلف من أب لأب. يعني أنا النهاردة ابني ضربني، ممكن طالما أن أنا عنده القدرة على التحمل وطاقة على التحمل، فأنا هنا الجنحة ما بدأتش. ممكن يضربني تاني، طالما عندي القدرة على التحمل يبقى أنا الجريمة أو الجنحة ما بدأتش. هي تبدأ إمتى؟ تبدأ لما تستنفذ الأب طاقته في تحمل عقوق ابنه. طالما أن الطاقة تم استنفاذها وأخذ القرار أن يجيب ورقة وقلم ويكتب شكوى ضد الابن بأنه عاق، هنا أنا بقول أن الجنحة بدأت عمليا. تمام. طيب يعني طيب هل اي اب يصلح ان هو يقدم شكوى ضد ابنه بالزبط ويقول ده ابن عاق؟ لا طبعا. يعني انا النهارده قدام اب سكري وبيشرب مخدرات وبيشرب ايا كان، وبيطلب من ابنه ان هو يديله فلوس على اساس يروح يشرب مخدرات ولا يصرف القهاوي، لما الابن يعترض ويقول له لا مش هديك فلوس، يجي هذا الاب يرفع دعوه قدامي كقضاء ويقول لي ان انا ابن عاق؟ طبعا لا تقبل هذه الدعوة. فهناك شروط خاصة بالعقوق في حد ذاته، وهناك شروط تكون يعني خاصة بالأب. فليس كل أب لديه القدرة قانونيا أن يكون دعواه. ففي شروط تتعلق بالابن وفي شروط بتتعلق بالأب. هذه الشروط وتلك هي مبحث تحت قبة البرلمان. ده موضوع خاص بعقوق الأبناء للآباء والأمهات. تمام. يعني أنا هو طبعا يعني السؤال برضو يعني ممكن نحن نختم بيه، إن هو النهاردة يعني إحنا عارفين إن الأم ربنا سبحانه وتعالى خلقها بغريزة الأمومة والحنان والعاطفة، فهل النهاردة في أم مثلا ممكن إن هي يعني تقبل إنه يطبق على ابنها هذه الجنحة؟ أولا هذا السؤال جوابه عند من استنفذت طاقتها في تحمل عقوق هذا الابن. تمام. هذا ما تكرره هذه الأم. الذي يكرر العقوق هو الأب أو الأم. فأنا النهاردة قدام حالة واحد ضرب والدته أو واحد ضرب والده مرة واثنين وثلاثة، هل هذا الأب أو هذه الأم هو شخصا ملائكيا؟ أعتقد أنه له طاقة. يعني أنا النهاردة لما يكون قدامي حالة واحد مسك أبوه ضربه أو مسك أمه ضربها، طيب هل أنا هفترض أن الأم ديت ملائكية؟ لا، هي لا طاقة، هي أم لا عاطفة. لكن هناك حالات أنا بتكلم يا دكتورة مروة من سرد صور للعقوق، والله العظيم ثلاثة تدمي القلوب دما. طبعا قبل يعني تدمي القلوب دما قبل العيون. طبعا
طبعا يعني، وكمان الموضوع زي ما حضرتك ما ذكرت وزي ما احنا معرضنا في التقرير، انه الظاهرة هي مش بنتكلم عن دولة او حاجة، لا احنا بنتكلم ان الظاهرة يعني صارت عالميا، فيديوهات كتير جدا احنا بنشوفها. واحنا طبعا هنا في برنامج يوم في الخير احنا كل الدعم وكل التأييد لنعم لتجريم عقوق الوالدين، ونعم لتطبيق جنحة عقوق الوالدين. وطبعا يعني الحلقات طبعا القادمة بإذن الله اكيد هتلقي الضوء اكثر. انا عاوز اقول في عجاله سريعه ان الابن العاق انا بعتبره ارهابيا في الاسره، وفي كلام تاني هنتكلمه ان شاء الله في الحلقات القادمه. ان شاء الله يا فندم، شرفتنا جدا، وكان معنا المستشار القانوني للمنظمه المصريه الدوليه لسفراء السلام والعلوم الانسانيه سياده المستشار طلعت ابو الفتوح سلمان. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا، ودلوقتي مشاهدينا هنطلع مع تاني فقراتنا، فقره انت تقدر مع المبدعين الاربعه، انتظرونا. تاني مشاهدينا، طبعا احنا عرضنا تقرير كده عن فريق تيم اسمايل، هم طبعا فريق عمل مبادرة اكتر من ايجابية اسمها ناقصنا ايه، طبعا اطلقها شباب جامعة او طلاب جامعة المنصورة كتنمية مهارات للشباب، ورسالة تحفيزية وإيجابية للشباب إن إحنا مش ناقصنا حاجة، وإن إحنا لازم إن إحنا يعني ننمي قدراتنا. طبعا إحنا بنوجه ليهم كل الشكر، وطبعا لكل القائمين عليها، المسؤول الإعلامي للتيم محمود الشربجي، والأستاذة سمر البيلي، والأستاذ إسلام شتا مقرر مساعد التيم، وطبعا بنخص بكل الشكر والتقدير المدرب الرائع ضياء نور، وبالتوفيق وكل كل التوفيق بإذن الله. طبعا رجعنا لكم تاني مشاهدينا في فقرة انت تقدر، اولا مع ضيوف فقرتنا اللي احنا بنحب ان احنا نرحب بيهم، اولا المخرج طارق رجب مخرج مسرحي، نرحب بحضرتك. طبعا والاستاذ عبد الرحمن صابر موهبة الدرامز، والاستاذ عمر اسماعيل منتج سينمائي، نرحب بحضرتك. وطبعا شاعرنا المبدع حسين الدسوقي، طبعا منورين في برنامج يوم في الخير. وطبعا هنبتدي بقى بمخرجنا الرائع الأستاذ طارق رجب. طبعا حضرتك إخراج مسرحي، تمام يعني كان من أهم أعمالك اللي أنا سمعتها لحضرتك هو فيلم بعنوان خيط الشر، يعني لو ممكن مثلا تقول لنا عن الفكرة. بالنسبة لفيلم خيط الشر ده، هنبتدي تصويره بإذن الله في أول السنة الجديدة. الفيلم من تأليف وإنتاج الأستاذ عمرو إسماعيل، كنت بطولة أيمن إنديل والفنانة عايدة رياض. بإذن الله الفيلم ده هيتم تصويره في أول السنة الجديدة، أكون فيه مساعد مخرج للأستاذ باسم شاهين. تمام. وحاليا برضو في أواخر السنة بنجهز لعرض مسرحي كبير، مسرحية المتر فاروق. مسرحية إيه؟ المتر فاروق. تمام. طيب يعني أنا النهارده لو سألت حضرتك يا أستاذ طارق، يعني إحنا بنشوف أعمال كتير موجودة على الشاشة، تمام؟ وفي منها يعني ما هو إيجابي وما هو سلبي، هل مثلا حضرتك اكتشفت ده من واقع إنه حضرتك مثلا في فكرة جديدة حابب إن أنت تعرضها، في رؤية جديدة، لو تكلمنا عنها؟ تمام. بالنسبة للمسرحية اللي بعملها ببدأ بوجوه جديدة، إضافة إلى في أحد من النجوم يكون في المسرحية، بحيث إن الفرصة للشباب تاخد فرصتها. تمام. وبالنسبة في مفاجأة بإذن الله تكون في العرض، فإن شاء الله يعني
هتفاجئ الجمهور باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ طارق. يعني انا لو رجعت لحضرتك يا استاذ عمرو، بما ان حضرتك المنتج بتاع الفيلم، يعني حضرتك مثلا اتكلمنا على اهم السلبيات مثلا اللي حضرتك بتشوفها النهارده مثلا. والله حضرتك، هو السلبيات مع الاسف في المجال كتير شويه. تمام. يعني احنا دلوقتي في المجال تلاقي مثلا في بعض الممثلين بيهتموا شويه بالبلطجه، بيهتموا مثلا بكاركترات او كاريزما معينه في حد معين، في حين مثلا ان احنا لما تيجي تتكلمي عن قصص واعمال وشغل حد بتلاقي الموضوع مختلف. يعني حتى على سبيل المثال النهارده تلاقي اغاني، فتيجي تبصي فين التاريخ بتاعنا؟ عن اضعف الايمان احنا كنا بنيجي في الوقت الاخير مثلا كنا بنسمع عمرو دياب، تامر حسني، مصطفى كامل، الناس ديت، جينا تحولنا مثلا لمهرجانات. وفي نفس الطريقه فتلاقي فيه يعني تدني في المستوى الفني شويه بمعنى صح. يعني طبعا يعني انا لو سالت برضو حضرتك النهارده ازاي ان حضرتك، يعني هل مثلا حضرتك بتنتقي الاعمال اللي مثلا بتنتجها بناء مثلا على شروط معينه او اساسيات معينه؟ تمام حضرتك، انا اصلا المؤلف وشاعر غنائي. تمام. فالحمد لله شكر لله، يعني انا لو لقيت حد كاتب حاجه افضل مني بحب ان انا اشتغلها. الاعمال بتاعتنا الحمد لله ناس كتير شافتها، زي الاستاذ ايمن قنديل والاستاذ احمد ماهر ومدام عايده رياض، شخصيات كتيره عجبتهم الفكره. يعني اهم حاجه ان تطلعي حاجه تدخل البيت وتعيش بعد كده، زي الاعمال اللي قلنا عليها قديما في السبعينات والتسعينات وكده، غير الفن اللي هو بيجي النهارده وبيعدي والكلام كتير اللي بنسمعه في الاغاني يعني وكده. طبعا طبعا. ومن الاغاني ومن الكلام ده بقى هنروح يعني ليك استاذ حسين. طبعا انا عارفه ان انت ما شاء الله عليك شاعر عاميه وعندك الكثير من الدواوين، كلمنا بس باختصار كده نقطه، ازاي بدات او من امتى ان انت اكتشفت موهبتك؟ و يعني تحديدا 2014 بالظبط كانت اول قصيده اسمها بقاء انسان، كانت فصحى بس. يعني مش لدرجه انا مش بكتب مقفى اصلا، يعني بميل للعاميه افضل او اكثر من فصحى، فاهمين؟ برغم اني خريج ازهر ولسان صوص الدين، بس حاسس رحم الله رحم الله امرئ عرفه قدر نفسه، فاهمين؟ فانا لقيت نفسي في العاميه، فمش هروح بقى الفصحى واسع السلم. يعني سلم الشعر صعب اللي عايز يوصل له به وما عندوش الامكانيات، فاهمه؟ بس فانت المكان اللي تلاقي نفسك فيه خلاص هو ده، فانا لقيت نفسي في العاميه وبدات اكتب عاميه بقى. تمام. طيب ممكن بقى تسمعنا حاجه؟ تحت امرك. هنقول متخلف. لو فعلا انسان مش متخلف ما تقولش المسلم فجرني، صح؟ لو فعلا الانسان مش متخلف ما تقولش المسلم فجرني، لان الاعلام بيقلب. افهم بس انت واسمعني في كلامي، ليه اتحرك وتعبي الزور ليه وتجرب؟ مصري يا غالي مش بتخرف، والله يا استاذ مراد والله ما اتخرف. مصري يا غالي مش بتخرف، بتقول المصري اتحررني، بتقول المصري اتحررني، لا تقول لك مسلم وحبيبني ولا انك نصراني بتكرهني. لو فعلا حابب تعاشرني شوف مين في الاول يسكنني. المسلم جنبك وفي جارك، فازاي هيفجر لك دارك؟ حقيقي المسلم جنبك وفي جارك، فازاي هيفجر لك دارك؟ وطعامكم واحد ومبارك، اسأل أنا جيلك وأحبارك. شوف مين، شوف مين صادقك صدق بكلامك، شوف مين بيخونك غير إسلامك. حرف إنجيلك بقلامك، الفرصة في إيدك وبرهانك مثبوت بأدلة قدامك. الفرصة في إيدك وبرهانك مثبوت بأدلة قدامك. لو فعلا مؤمن وإيمانك صحة جرانينك وإعلامك، اثبت لي اثبت لي ان عدوك والخانك مسلم دمر صلبانك قتل فيك عز اذانك. اثبت لي اثبت لي ان عدوك والخانك مسلم دمر صلبانك قتل فيك عز اذانك. لو لسه مصمم على انك
في حد بيغدر، مع انك متأكد ان المسلم صاينك ووقت الشدة بايده عاينك، وقت الشدة بايده عاينك، وقت الشدة بايده عاينك. اثبت لنا عدوك والخانك مسلم دمر سلبانك قتل فيك عز اذانك، لو لسه مصمم على انك في حد بيغدر، مع انك متأكد ان المسلم صاينك وقت الشدة بايده عاينك. دور على اللي قتل فينا وانفي التهمة شوية علينا، وبحب ودين انا هثبت لك انك صاحبي واحنا اصحابك، ماشي في صفك مع احبابك، ماشي في صفك مع احبابك، هكشف لك كلبي وكلابك، هرمي لك لحمه على بابك، وانت اثبت لي العكس تمام، برهن لي جرايمك باسبابك، اثبت لي ان مفيش بينا سلام، خلف علمك وحسابك ان الفتنه لشغل اعلام، سرقوا منابي ومنابك، ضربوا القس في شيخ الاسلام. شكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. طبعا انا حابه بقى ان انا ارجع لك عبد الرحمن، انت الموهبه بتاعتك موهبه الدرمز، انا حابه ان انا اسالك يعني ليه اخترت ده بالذات، يعني المجال ده؟ انا حابب المجال ده من صغري. يعني انا من صغري كنت عايش بره اصلا، فانا حابب الموهبه دي فيا من صغري. يعني كنت على اي حاجه اقعد اطبل، انا غاوي الكلام ده من وانا صغير. تمام. كنت بتابع اليوتيوب كتير، الانستا كتير، كل برامج السوشيال ميديا بحب اتابعها، واحب الدرامز والموسيقى يعني انت يعني بتميل مثلا اكتر للاغاني مثلا اللي هي الريتم السريع واللي بيبقى فيها الدرامز، ولا برضو ممكن الاغاني ايوه اللي فيها الريتم السريع، اللي فيها هايبره، اللي فيها جري، فيها شغل، انا بميل للدرامز والكلام ده. يعني بتحسش طيب بتوتر يعني؟ لا مش بتوتر، هو ممكن اول مره بتحس بتوتر ولا حاجه، المبتدئ متعلم جديد. تمام. انا لما اتعلمت جديد كنت متوتر، بنزل اي فرح حاسس باحساس غريب كده. لا التوتر يعني مثلا عارفين ان الحاجات اللي هي بتبقى الصاخبه قوي او اللي بتبقى ضوضاء مثلا، فانت بتحس بتوتر نفسي مثلا. لا هي الضوضاء ممكن حد اللي بيسمعها ضوضاء، بس اللي بيبقى شغال درامز او اورج معايا فبيسمعها بتركيز، اللي هي بحيث مثلا ايقاع بيجري فيه، ايقاع بيمشي بالراحه، ما هي اجزاء، في حاجه اسمها ملفوف، بلدي، عالي، واطي، بتجري في ساعات، في رتم بتمشي عليه، مش كل اللي يقعد فلا. طيب. فهي ليها رتم معين. طيب يعني احنا لو سالناك على حلمك كده او الحاجه اللي انت يعني نفسك ان انت ان شاء الله تحققها في المستقبل. ان شاء الله في حاجات اتمنى ان انا اعملها جديده كتير ان شاء الله، في الدرامز وكده والدراما برضه. وعايز اطور من نفسي اكتر من كده، انا حابب حاجات جديده كتير جديده ان شاء الله. طبعا احنا يعني بنوعدكم بتقرر الموعد، للاسف الوقت خلص. طبعا كان معانا المخرج طارق رجب، طبعا بنشكره، والمنتج السينمائي عمرو، استاذ عمرو اسماعيل، والموهبه الدرامز عبد الرحمن صابر، والشاعر حسين الدسوقي. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع مع اخر فقراتنا وهي ابداها صح مع الدكتوره هبه محمود، انتظرونا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بك، انا عارف الدوسري، بحريني ورجل اعمال مقيم في السعوديه وعندي شركه في جده. بالنسبه لي مظهري يعتبر شيء اساسي لاداء عملي والتواصل مع الناس. طبعا مرت ايام حسيت بنوعا ما عدم الثقه في نفسي، سبب بسيط جدا وهو اسناني. استغرق مني الامر 6 سنوات الى ان قدرت ان اتخذ القرار بان انا اصلح الاسنان. كان عندي مخاوف شديده من طب الاسنان ومن الاطباء، وعزفت عن العلاج الى ان تدهور الوضع تماما. فعلا اثر علي، اثر على ادائي، اثر على كثير، حتى ضحكتي، ابتسامتي تغيرت، هي ليست ابتسامتي اللي اكثر الناس اعرفوني فيها. الله وفقني في بعد بحث طويل بلقاء الدكتورة هبة
هدهود في مصر. قامت الدكتورة مشكورة أولا أن هي هدأتني وأزالت المخاوف اللي عندي. أنا أشجعكم أن تجربون هذه، لا تخافون من طبيب الأسنان، هو يعني إذا الطبيب الصحيح بيكون صديقكم يتفهم النفسية اللي جاي فيها. هي ليست مسألة فلوس ولا ليست احترافية ولا أي شيء ثاني، هو هل الطبيب هذه إنسان؟ إذا كان إنسان سوف يساعدك على تخطي مرحلة الألم والخوف، فعلا فعلا يعيد لك الابتسامة الحقيقية، ليس من الظاهر ولكن من الداخل، أنت سوف تبتسم من الداخل. الدكتورة هبة على فكرة يساعدها الدكتور مينا، دكتور جراح محترف، تقدر توكل المهمة بدون لا تخاف، بدون لا، هو يعمل كل شيء، هو يعطيك النصيحة الأفضل، وهو بنفسه يأخذ منك هذه المخاوف، الصداقة، تشعر بالصداقة. هذا الشعور أنا اللي ما شعرته مع أطباء الأسنان الآخرين. الدكتورة هبة والدكتور مينا كانوا فريق عمل متناغم ومتكامل، وفعلا ساعدوني جدا جدا في أن أتخطى المخاوف بالأجهزة الصحيحة وبالمعدات الصحيحة والخبرة والإتقان والجودة. كانت تكلفة أقل من نص، هذا مع إضافة أسعار التذاكر السفر والسكن، وكانت تجربة جميلة بسعر صحيح. التعامل مع الدكتورة هبة ومع الدكتور مينا فريق استثنائي يستحق أن تضعون ثقتكم فيه. شكرا لكم. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع فقرة ابدأها صح. طبعا احنا كلنا عارفين ان الضحكة هي ان اسناننا طبعا هي اللي بترسم ضحكتنا وهي اللي بتلون فرحتنا وكمان بتظبط كلامنا، علشان كده كان لازم يكون معانا دكتور يكلمنا على اهم العادات السلبية وازاي ان احنا نحافظ على اسناننا وكمان طرق التجميل الاسنان. طبعا بيسعدنا ان يكون في فقرتنا دكتورة هبة محمود اخصائي علاج امراض اللثة وتجميل الاسنان. بنرحب بحضرتك. اهلا اهلا بحضرتك. طبعا دكتورة هبة، موضوع الأسنان وتجميل الأسنان طبعا موضوع مهم جدا. أنا في الحقيقة حابة أن أنا أبدأ أول سؤال مع حضرتك على أهم العادات السلبية اللي احنا كأشخاص بنستخدمها وبتأثر على أسناننا عموما. يعني في البداية حابة أرحب بحضرتك والمشاهدين جميعا، أهلا بيكي. يسعدني أنا أكون معاكم، ويسعدني أن احنا نتكلم عن إزاي نحافظ على أسناننا والحاجات اللي احنا نهتم بيها عشان نحافظ على الأسنان وإيه العادات السلبية اللي نتجنبها. طبعا يعني معروف أن طبعا دكتور السنان أكتر حد محبوب بالنسبة للناس كلها، وزيارة طبيب الأسنان محببة بالنسبة للجميع. صعبة جدا طبعا. الحقيقة أنه أنا بتواجهني حالات كثيرة قوي ما بتبقاش مهتمة بأسنانها، وبيبقى في مشاكل كتير بتواجههم في الأسنان حتى الأطفال الصغيرين، لأن إحنا للأسف عندنا عادات كتير غلط بنستخدمها، سواء في طريقة الأكل، سواء في الاهتمام بالأسنان أو عدم الاهتمام بالأسنان actually، اللي بيسبب بعد كده إن إحنا يحصل عندنا تسوسات في أسناننا ومشاكل في أسناننا، منها طريقة الأكل الخاطئة، نوعية الأكل نفسه. المفروض ان احنا دايما نهتم ان اكلنا يكون كله حاجات فيها الياف، يكون فيتامينز، يكون حاجات طبيعيه اكتر من الاكل اللي هو الجانك فود، الاكل اللي من بره، السكريات والكربوهيدرات والحلويات. الحاجات دي كلها طبعا احنا عارفين انها بتاثر على الاسنان تاثير سلبي لانها بتسبب تسوسات في الاسنان. نفس الكلام برضو شرب الحاجات، المشروبات الغازيه او اللي فيها صودا، الصودا من الحاجات اللي بتاثر على الاسنان برضو كتير. المفروض اننا نعمل توازن في اكلنا، نعمل توازن في الاهتمام باسناننا، ولازم نحافظ على اسناننا بغسيل اسناننا يوميا على الاقل مرتين في اليوم بالذات قبل ما ننام، لان فتره اننا بالليل قبل ما بننام لو رحنا السرير من غير ما نغسل اسناننا
بندي فرصه للبكتيريا اللي كانت موجوده في الاكل اللي كانت تتخمر في بقنا فتره النوم، فبالتالي ده بيسبب تسوسات في الاسنان. فالمفروض اننا بنغسل اسناننا يوميا مرتين بالذات قبل النوم، يعني الفرشه والمعجون دول اصدقائنا الاساسيين يوميا. والاهتمام طبعا بالمتابعه عند دكتور الاسنان. نادرا ما بشوف حد بيجي يقول لي انا عايزه اعمل تشيك اب، او يعني مجرد بس انا اطمن على اسناني اشوف في حاجه ولا لا. احنا دي حاجات دايماً مهمه يعني كمثلا اشخاص عموما يعني الثقافه مش منتشره قوي عندنا. لا احنا بنستنى في الوقت الضايع وبعد كده مثلا لما نبقى تعبانين دكتور انا اسناني وجعاني جدا فمش قادر، فده اللي بيحصل. مع ان الوقايه فعلا خير من العلاج. طيب يعني لو انا رحت لنقطه تاني، نقطه مهمه جدا ويعني الكل برضو بيتساءل عنها، يعني عن مجال تجميل الأسنان بصفة عامة حضرتك تكلمين عليه، وبرضو فيما يعرف بزراعة الأسنان. تمام. طيب احنا بالنسبة لتجميل الأسنان طبعا دي حاجة كلنا أو كل الناس تبقى مهتمة أنها أسنانها تبقى حلوة، أنها توصل لابتسامة رائعة بالنسبة لها. ده بيختلف من حد للتاني، يعني كل واحد عشان يبقى عنده البيرفكت سمايل بتاعته أو الابتسامة المثالية دي بتختلف من حد للتاني، وليها طرق كتير جدا. بدايه من اننا مجرد اننا نعمل تنظيف لاسناننا. في بعض الناس بتحتاج تفتيح للون الاسنان زي التبييض فقط مش اكتر، ان انا ابيض اسناني. طبعا بدون مقاطعه لحضرتك يا دكتور، احنا معانا صور لنتائج اكتر من رائعه في طبعا المركز عندكم، يا ريت يا جماعه لو نعرضها معانا. اتفضلي كملي يعني هي اوكي ما تتعرضي. زي ما بقول لحضرتك يعني في اجزاء كتير منها يعني دي حاله من الحالات اللي كان فيها تبييض للاسنان. التبييض من الحاجات اللي بتفتح لون الاسنان فبتخلي شكلها احلى. في حالات تانية بنعمل فيها ما يعرف بالفينيرز أو عدسات الأسنان اللاصقة، دي حالة من الحالات اللي حصل فيها الفينيرز. كان زي ما حضرتك شفتي شكل الأسنان قبل العدسات كان عامل إزاي غير بعدها. بالفعل احنا جايبينها بالتدريج بالظبط. ما شاء الله في فرق كبير بيبقى، مش بس انها بتكون تجميل شكل الأسنان، كمان بيكون شق علاجي لو حد عنده مشكلة سنة مفقودة، سنة مش بقى فيها مثلا مشاكل معينه. دي كانت حاله تبييض برضو. كان لون الاسنان قبل التبييض في اصفرار شديد جدا، بعدها بقى افتح كتير. فده من ضمن الحاجات التجميليه اللي بنستخدمها علشان نخلي شكل الاسنان اجمل ونخلي ضحكتنا كمان اجمل. بس زي ما بقول لحضرتك ده بيختلف من حد للتاني. طبعا. مش كلنا بينطبق علينا نفس التريتمنت بلان او نفس الخطه العلاجيه. طبعا. اللي احنا نقدر نستخدمها عشان نحسن شكل الاسنان. يعني طيب لو انا مثلا سالت حضرتك حاجه زي كده مثلا وتجميل الاسنان، يعني بتاخد وقت مثلا؟ يعني بتفضل وقت مثلا كبير وبعد كده بترجع للوضع الطبيعي الاول ولا؟ طيب ده سؤال حلو جدا. بصي السؤال ده ينطبق على اي بروسيجر او اي مرحله علاجيه بنعملها مش بس تجميليه. دايما دايما العلاج ليه شقين او بيتوقف على شقين، شق عند الطبيب والشق الثاني عند المريض. يعني انا لو اشتغلت في حاجه معينه او اديت لحضرتك خدمه علاجيه معينه وحضرتك ما اهتمتيش بيها بعد كده او ما حافظتيش عليها او ما اتبعتيش التعليمات المطلوبه، إلا هي مش فكرة بس ان حضرتك اللي غلط، ولكن هيحصل تراجع تاني، هيحصل مشكلة مرة تانية. فزي ما بقول لحضرتك من البداية لازم اهتمام، لازم متابعة باستمرار، ولازم لما يكون في خطوات علاجية بتتعمل نهتم بيها ونحافظ عليها ونكمل بعدها المتابعة علشان نحافظ على الجزء اللي معمول. لأنه العلاج مش فقط عند الطبيب، 50% عند الطبيب والباقي عند المريض، فدي حاجه مهمه جدا. فلازم يكون في ما بيني وما بين حضرتك تعاون مشترك علشان نوصل للضحكه المثاليه اللي احنا عايزينها. طبعا. طيب يعني انا بقى لو رحت لمجال اخر او نقطه تانية هي نقطه زراعه الاسنان. تمام. وده مثلا في ناس برضو يعني بيبقى هل هو مثلا من الامر المخيف للافراد؟ وبرضو تساؤل اخر يعني في نفس تحت نفس الشق ده، انه هل مجال زراعه الاسنان هي بتصلح لكل الافراد ولا مثلا ده لافراد معينين؟ تمام. طيب الحقيقه ان السؤال ده لحضرتك كنت سالتيه لنا من فتره طويله جدا، كان هيبقى الرد انه لا مش كل الناس ممكن ان احنا نعمل لها زراعه اسنان، انه زراعه الاسنان فيها تحديات معينه. يمكن النهارده بعد التكنولوجي الكبيره اللي حصلت في طب الاسنان وطب الاسنان الرقمي، وده حاجه جديده بدات تدخل مصر دلوقتي، في تطور كبير قوي حصل في مجال زراعه الاسنان، ويمكن طفره كبيره بتمكننا اننا نعمل زراعه لكل الحالات تقريبا.
الموضوع ما بقاش مخيف، الموضوع بقى حاجة سهلة مسلسة، لدرجة أننا ممكن بنعمل زراعة في جلسة واحدة، يعني نقدر أننا نخلع السنان اللي فيها مشاكل ونزرع مكانها في نفس الجلسة، نقدر أننا نعوض كل الأسنان المفقودة. وممكن حالات كتيرة كانت قبل كده بتشكل بالنسبة لنا مشكلة في الزراعة، زي مثلا الناس اللي عندها أمراض السكر، أمراض القلب، أمراض العظام، دي كانت الحالات اللي بيبقى صعب شوية فيها الزراعة. حاليا ما بقاش صعب الموضوع، بقى في تطور كبير في مجال الزراعة يسمح أننا نقدم زراعة لكل الحالات. بس برضو زي ما بقول لحضرتك بيبقى الموضوع محتاج متابعة من المريض، محتاج خطة علاجية سليمة من الدكتور من البداية، لازم أكون عارف يعني الأشعة بتاعتي تكون مظبوطة، الحالة نفسها أستخدم لها نوع الزراعة المظبوط المناسب ليها. يعني بتوقف الموضوع برضو على جزء كبير من الدكتور وجزء من المريض، ولكن زراعة الأسنان هي حامل مهم جدا بالنسبة لنا النهاردة، لأن يمكن أفضل حاجة بنقدمها عشان نعوض الأسنان المفقودة هي الزراعة. الزراعة بتعوض لنا أسنان مفقودة من غير ما نضطر أننا نعمل تركيب على أسناننا، فبالتالي بناخد أحيانا من الأسنان السليمة علشان أعوض سنة مش موجودة. لو حضرتك متخيلة معايا إيه هي الزراعة، يعني لما بيكون مثلا عندي ضرس مش موجود، فأنا أعمل إيه عشان أعوض الضرس ده؟ هضطر أن أنا يا إما أركب مكانه أو أزرع مكانه. لو السنان اللي جنب الضرس اللي مش موجود ده سليمة، يبقى حرام ان انا اركب عليهم واضطر ان انا ابرد السنان السليمه. فبيكون الحل المثالي بالنسبه لنا اننا نعمل زراعه للسنه اللي مش موجوده دي، بس بمتابعه معينه بنعمل عمليه الزراعه. طبعا يعني احنا اكتر من رائع دكتوره هبه بجد يعني، وما شاء الله نموذج مشرف جدا للشباب وكمان الطموح، وما شاء الله التقرير اللي عرضناه لحضرتك. طبعا موضوع طويل جدا ويعني بس للاسف وقت البرنامج. طبعا بنشكرك جدا دكتوره هبه محمود، اخصائي امراض اللثه وتجميل الاسنان، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. وطبعا مشاهدينا الوقت فعلا بيمر معاكم بسرعه، انتظرونا كل خميس في 10 صباحا، وطبعا بنتلقى اي اتصالات، اي شكوى، اي حاجة على صفحة برنامج يوم في الخير على الفيسبوك. وفي النهاية نحب نقول ان يوم في الخير هو دعوة لمساعدة الغير، يوم في الخير بكرة احلى والدنيا لسه بخير، يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير بحفظ الله.